رغد وكريم، كريم ورغد. وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط. عشر نقط دول بقوا مهمين جدا، صح؟ صح. جاهزة؟ الحمد لله. معلومات عامة، والسؤال هو في أي ولاية أمريكية يقع المقر الرئيسي للجنة الإنقاذ الدولية؟ نيويورك. نيويورك إجابة صحيحة. نيويورك هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا كريم. وكده نتيجة 40 رفاعة الثانوية العسكرية، 70 منارة مودرن.